برازيلي يفرد وتسديدة في الجول هذه الكرة وهذه المحاولة وهذا اليونايتد من البداية من مفرد برونو لا 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 حيث العادة يجب أن يعود يجب أن يعود التسديد يا بنزيما ويحتفل بالكرة الذهبية بتسجيل الهدف الثاني للريال لكن لاحظ ما كده جول جول سهم مدريد وقع حاضر الثالث ولكن هنا الرأسية على ذكر ماني هريفة ماني داروين نونيز أمامنا هو خلاص العجلة هتدور ويسجل أمامنا هنا نونيز حلو ضربة رأسية حلو أيام قليلة أديبو بعد ما كان مانشستر يونايتد أكتر فرقة الناس بتحب تلعبها أكتر فرقة بتخسر من كل حاجة حرفيا دلوقتي بقت فرقة مرعبة جدا بجد سكواد جامد راشفورد وسانشو وانتونيو وفرقه جامده قوي فان يجي مدرب يعمل الشكل ده وغير الجون الملغي وغير دخية لا مستوى الفرقه بقى شكل تاني خالص فانا شايف ان مانشستر يونايتد ممكن ينهي الدوري في اول او التوب 5 اول مراكز الخمسه ممكن يخش دوري الابطال تاني برغم وجود كريستيانو على الدكه بس حرفيا تنهاج مدرب مانشستر يونايتد عامل شكل غير طبيعي فياريت يكون دي بداية رجوع زعيم انجلترا دي بداية رجوع مانشستر يونايتد اللي كان كل الفرق بتخاف منه ياريت يكون ده بداية رجوع انا حرفيا بعد الماتش بتاع السيتي ومانشستر يونايتد بتاع الستة انا قلت تنهاج هيهيج عليهم فعلا هيخلي الفرقه تلعب كوره وده اللي حصل النهارده فرقه بتلاعب توتنهام مش عارفه تمسك كوره على مانشستر يونايتد يعني مش عارف فبجد الماتش كان جامد قوي وان شاء الله تكون عوده جميله جدا اوعى تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان نوصل لكل جديد